ولنقاش توقيت عقد الحكومة في بغداد القمة الثلاثية وإمكانية نجاح هذا الحلف، معنا من عمان الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، ومن عمان معنا كذلك الكاتب والباحث السياسي السيد حسين العليان. مرحبا بكما معنا. حياكم الله. أهلا بكم. أهلا بك دكتور ثامر وأستاذ حسين معنا في هذه النشرة. أبدأ معك دكتور ثامر، في أي سياق تأتي هذه القمة الثلاثية، وهل يعني تعني شيئا بالنسبة للوضع في العراق؟ تحية طيبة لجنابك الكريم ولمشاهدي الرافدين الأكارم. حقيقة أن عقد قمة ثلاثية في بغداد بين دول عربية مهمة في بغداد، لها مواقفها الجيدة مع العراق هذه الدول العربية، أمر جيد لو كانت الظروف غير الظروف الحالية التي يمر بها العراق اليوم. نعم. الشعب العراقي يتمنى أن يكون للدول العربية دور إيجابي في العراق وتصحيح الوضع الشاذ الذي يمر به العراق منذ 2003. شعار المؤتمر كان واضح أنه لمحاولة فرض الأمن في المنطقة، فكان المفترض أن يتم دراسة الوضع في العراق ووضع الحلول الناجعة التي ينتظرها الشعب العراقي من أشقائه العرب. وأول هذه الملفات هو ملف الميليشيات واستيلائها على العراق وتنفيذ مشروع إيران التوسعي في المنطقة. وقد أشار سابقا الملك عبد الله بن الحسين منذ سنوات إلى مشروع إيران التوسعي وحذر منه، ولذلك فإن بيان الهيئة اليوم كان قد أشار إلى أن الأمن في العراق مفقود والدلائل كثيرة على ذلك. فكيف يمكن أن تعقد قمة ثلاثية عن الأمن المشترك والعراق فيه آلاف المغيبين؟ هناك مدن مهجرة وأحياء بكاملها، هجر أهلها وهجر أناسها من مناطقهم مثل جرف الصخر، مثل عزيز بلد، مثل تل أعطار، مثل سنجار. فلا يمكن أن نتحدث عن قمة عربية في العراق والعراق هو يفتقد لهذا الأمن وتسيطر عليه ميليشيات توالي إيران ولاء مطلقا وتتغول حتى في السلطة وفي جميع مفاصل الدولة في العراق. نعم. هذه أسئلة مشروعة أستاذ دكتور ثامر في الحقيقة. وتحول الأستاذ حسين، هذا الانفتاح العربي على العملية السياسية في العراق، هل يمكن أن يمنح هذه العملية السياسية والحكومة الشرعية التي تبحث عنها خارج العراق؟ فهي كما هو معروف وليدة احتلال، وهي في مواجهة مع الحراك الشعبي، وكذلك الأحزاب السياسية في مواجهة مع الحراك الشعبي، فهل تبحث عن اعتراف ما وتمثيل ما؟ يعني الحقيقة الدكتور سامر وصف المشهد في داخل العراق وتفضل وقال انه يعني هذا المشهد المربك، هذا المشهد الحكومة، وتقريركم تحدث عن حكومة هشة، حكومة عاجزة، حكومة لا تحكم بالمعنى الحقيقي. ولا أظن أن هذا يخفى على من سافر إلى بغداد لعقد القمة، سواء الرئيس المصري أو جلالة الملك، هم يعرفون يدركون المشهد العراقي تماما ويعرفون حدود هذه المسألة. ولا أظن أنه المسألة يعني ذاهبة إلى أبعد من التنسيق الاقتصادي، ولو كان هذا التنسيق هو مأمول وفعلا مرجو من يعني فيه مصالح شعوب المنطقة، الأولى في هذا التنسيق أن يكون على أسس راسخة ومتينة، لأنه اليوم النظم الدول الثلاث تقريبا تعاني أزمات اقتصادية خانقة، لا العراق بخير ولا الأوضاع الاقتصادية في الأردن بخير ولا وضع مصر يبشر بخير على المستوى الاقتصادي بشكل عام. ومع ذلك كل هذا المشهد الاقتصادي المربك في حالة التعاون الجدي بعيدا عن الإملاءات السياسية الخارجية من هذا الطرف أو ذاك، يعني هذا المشهد لا أظن أنه الولايات المتحدة بعيدة عن هذا الإجراء، ولا أحد يستطيع أن ينفتح على العراق دون موافقة الولايات المتحدة. وأنت ترى قانون قيصر كيف يعزل سوريا، يعني قانون قيصر يعزل سوريا، والكاظمي يتحدث عن مشروع الشام، الحديث عن مشروع الشام في ظل غياب سوريا لا معنى له، وسوريا محاصرة، وما يعني إلا إذا كان هناك فعلا تكليف دولي في إعادة تموضع العديد من الدول العربية
كلف فيه العراق ومصر والأردن. نعم. ولا أظن أيضا أنه اقتصاديا ستجني شعوب الدول الثلاث يعني خيرا عميما. نعم. طيب دكتور ثامر، في ظل استحواذ إيران بالكامل وسيطرة الميليشيات على البلاد، كيف يمكن للعراق أن يكون جزءا من هذا الحلف إنجاز التعبير، أو أن يكون جزءا من مشروع الشام الجديد الذي أعلن عنه؟ بمعنى آخر، إذا كان العراق لا يمتلك السيطرة الحقيقية على البلاد في الداخل، فكيف يمكن أن يكون شريكا في الخارج؟ حقيقة هو هذه الحقيقة ما تسأله حضرتك، وهذه الحقيقة الواقعية التي نمر فيها في العراق. العراق لا يملك قرار، الحكومة الموجودة حاليا هي تحاول أن تظهر نفسها أنها مسيطرة على الوضع وأنها هي من تتحكم بالمشهد، وهذا كله زيف وباطل. والدليل أنه يوم أمس رأينا جميعا كيف ظهر الحشد، ميليشيات الحشد، استعراض كبير جدا واسع، وأجبر زعيم الحكومة الحالي على أن يحيي هذه الميليشيات التي هي قد أهانته سابقا. إيران تتحكم في المشهد السياسي بالكامل، إيران تتحكم في المشهد الاقتصادي بالكامل، وهنا فقط يعني كما أشار بيان الهيئة اليوم أريد أن أؤكد على معلومة مهمة. نعم. حتى لو فرضنا يعني جدية ما يريده رئيس الحكومة الحالي الكاظمي من أنه يقوم بحالة اقتصادية تمر بها مشروع اقتصادي لهذه ثلاث دول، مصر والأردن والعراق، ولكن هل يستطيع أن يفرض هذا الأمر؟ هل ستجعل الميليشيات محجمة أمام هذا المشروع؟ يقينا نحن نعلم أن من يتحكم بالمشهد الأمني في العراق هي الميليشيات، خصوصا أننا نتحدث عن مشروع أنه سيمتد من الأنبار، من صحراء الأنبار إلى مصر، ثم إلى الأردن، ثم إلى مصر. ولكن هذه المساحة تتحكم بها الميليشيات، فلا يمكن أن يتم مشروع إلا بموافقتها، ولا تسمح إيران بهذا الأمر. والدليل أننا على مشروع الطاقة نجد أن يوميا أبراج تفجر، أبراج الطاقة الكهربائية تفجر، ولا يسمح أن يستورد أو تأتي الطاقة من هذه الدول، لأن إيران هي التي تمد العراق بالطاقة وتأخذ مليارات من العراق فقط بسبب الكهرباء، فلا تسمح أن يتم هذا المشروع لأنه مشروع اقتصادي سيضر إيران. نحن لو أتيت عليه نتمنى أن يتجه العراق إلى الدول العربية لكي يعمل مشاريع اقتصادية، وكما ذكر ضيفك الكريم لا يمكن أن تنجح هذه المشاريع الاقتصادية ولا يمكن أن تأتي بنفع إلى هذه البلاد الثلاث. جميل دكتور، شكرا لك. في نفس السياق أبقى معك أستاذ حسين، يعني المراقبون يقولون بأنه من الجميل أن يعود العراق إلى عمقه العربي من خلال علاقات مع مصر ومع الأردن ومستقبلاً مع دول أخرى عربية، لكن السؤال هل ستسمح إيران بذلك، بأن يزداد العراق عمقاً عربياً كما كان من قبل، أم أنها ستحاول الضغط لعدم السماح بإنجاح أي حلف أو أي مشاريع بغض النظر عن اسمها وبغض النظر عن مضمونها؟ يعني هو إيران ليس قدراً بالمحصلة النهائية، نعم، لكن على الجبهة الأخرى قل لي، هل العرب لديهم مشروع للنهضة، للحداثة، للتنمية، للإعمار، للسيادة والحفاظ على الثروات وتنميتها؟ هل لديهم مشروع للديمقراطية في المنطقة؟ أنا أشك، لا أجد نظاما عربيا من المغرب إلى البحرين كما يقال له علاقة بهذا المشروع. المشروع العربي الوحيد الموجود اليوم هو مشروع التبعية للولايات المتحدة الأمريكية، وفي مقابله في مشروع آخر ينمو على المستوى الإقليمي والعرب ليسوا طرفا رئيسيا فيه، وما لم ينحسم هذا الصراع في المنطقة، وبالتالي الإيراني سيتموضع مع أي تطورات لو كان الوضع العربي لديه مشروع ضمن التقلبات الدولية، سواء كنا في المحور الأمريكي المهزوم أو المحور الروسي. نحن تبع للولايات المتحدة الأمريكية، يعني بغداد، عمان والقاهرة ليست أفضل حالا من بغداد، لا في التبعية السياسية ولا في الحفاظ على الثروات.
ولا في التنمية. نعم. ولا في حقوق الديمقراطية. إذا يعني ألا تتحرك هذه الدول في المساحة المتاحة لها من أمريكا وغيرها من الأطراف؟ أم أنها لقاءات شكلية بالنهاية أستاذ حسين؟ أنا أعتقد هو تكليف دولي في المماحكة الدولية على الصراع على المنطقة، كل يحاول أن يجمع أدواته، الإيراني له أدوات وهو جزء من محور، يجمع أدوات عربية في مواجهة أدوات عربية أخرى في محور أمريكا، وهذا لن يجدينا نفعا، لن يجدي لا العرب نفعا ولن يجدي الإيراني نفعا، ما لم يكون العرب على مستوى من التوازن والاستقلال والسيادة في دولهم ونظمهم وحريات شعوبهم وديمقراطيتها، حتى يقدر يقول للإيراني تفضل تعال نتفاهم على المنطقة. الإيراني اليوم زورا وبهتانا يطالب التفاهم على الأمن الإقليمي مع العرب. العرب ليس لديهم في الميزان شيئا ليقدموه للإيراني، لأنهم بددوا ثرواتهم، بددوا أمنهم القومي، اقتتلوا فيما بينهم. نعم. لو العرب اليوم في حال أفضل كان الإيراني، إن كان من السهل أن نذهب للإيراني أو يأتي الإيراني ونحط قواسم مشتركة ويسود حصن جوار بسبب التوازن. أما مع اختلال التوازن لا تحدثني عن علاقة جيدة مع إيران. نعم. طيب يعني هل هذا ما قصده دكتور ثامر فالح الفياض عندما قال بأن العراق لن يقيم علاقات مع أي دولة تسمي الحشد بالميليشيا، في إشارة لبعض الدول وفي إشارة للموقف الإيراني الحقيقي من هذا الموضوع؟ حقيقة هو هذا ما نتكلم عنه، من يتحكم بالمشهد في العراق هي الميليشيا، فلا تتحدث لي عن رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو غير ذلك. فالح الفياض هو مسؤول الحشد وهو الذي يتحكم له القرارات النهائية والمصيرية، وإلا كيف يقبل هذا التصريح من هذا الشخص إلا باعتبار أنه هو من يصدر القرارات، والقرارات يعلمها فالح الفياض وغيره أنها تأتي من إيران، هي التي تتحكم به. وأنا فقط أريد أن أذكر، وكما ذكر بيان الهيئة اليوم، هناك اتفاقات حصلت، يعني أذكر القمة هذه حصلت في مؤتمر القاهرة عام 2005 و2006، هل تحقق منها شيء؟ وكانت أيضا برعاية أيضا الجامعة العربية، وكان هناك أيضا فيها دعم دولي، لم يتحقق منها شيء. فإذا هم يريدون فقط أن يكسبوا شيء من الشرعية باعتبار أن حدثت قمة في بغداد وحصلت الشرعية لهذه الحكومة، مع أن نعلم جميعا والشعب العراقي يعلم أن هذه الحكومة لا تملك شيئا. فإذا هذه القمة نتمنى نحن كعراقيين أن يكون هناك مشروع عربي حقيقي لخلاص العراق من مآسيه، ولكن للأسف مثل ما ذكر ضيفك الكريم لا يوجد هناك مشروع عربي حقيقي شامل، ليس فقط الأردن ومصر، نتمنى جميع الدول العربية أن تتفق على مشروع لإنقاذ العراق والوقوف والتصدي لوجه إيران، مع أنه إيران أصبحت الآن تؤذي جميع دول المنطقة لأنها تدخلت في العراق وسيطرت في العراق وتغولت في العراق ثم في سوريا وفي اليمن، والآن أصبح لحد هذه اللحظة لم يرى العراقيون أي تحرك لاتجاه مشروع حقيقي يمكن الشعب العراقي، لأنه هو البوابة الأولى لصد التغول والتدخل الإيراني في الشأن العربي والمنطقة. أستاذ حسين، أخيرا في ضوء الحالة الاقتصادية والإنهاك الذي تعانيه هذه الدول الثلاث سواء العراق أو مصر أو الأردن، هل ثمت مستقبل حقيقي لنتائج أو ما يمكن انتظاره من نتائج لهذه القمام؟ بالتأكيد يعني في مستقبل، بس هذا المستقبل بأكيد مشروط أيضا، يعني أنت ما لم تمتلك إرادتك السياسية لتقرر ما تريد وتعاود توزيع ثروتك والسيطرة عليها بشكل يخدم مشروع وطنك أو بلدك، ستصبح عندئذ دولة يعني إمكانية التعاون ما بين هذه الدول الثلاث إيجابية لكل شعوب المنطقة. أنت انظر إلى الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي بالرغم من كل الخلافات السياسية والمشكلات فيما بينهم وعدم الوفاق على العديد من القضايا، إلا أن اقتصاديا كل قضاياهم ماشي. نعم. لأنه أي رئيس وزراء أو أي حكومة
تخضع لإرادة شعبها في المحصلة النهائية، وإذا ما احتاجت أن تتخذ قرارات استراتيجية تلجأ للاستفتاء. شفت بريطانيا كيف انسحبت وكيف دخلت الاتحاد الأوروبي. نعم. يعني بمعنى أنت أمام دول حرة وشعوب حرة تستطيع أن تبني مجتمعات، أما دول الكرتون العربية التي يديرها مكاتب في السفارات فلا أظن أنها قادرة على تقديم شيء للمجتمعات. الدول التي تضطهد شعوبها ولا تمارس الحريات الناس فيها ولا قيمة للمواطن فيها بالتأكيد هي دول فاسدة لن تستطيع أن تبني التنمية ولن تخدم الإنسان. شكرا لك سيد حسين العليان الكاتب والباحث السياسي، والشكر موصول للدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق.